سارة الآن هل هي وقت النقطة؟ نقطة ولا ثلاثة بالرأس ولا ده الأول؟ 1-0 البرتغال. كريستيانو رونالدو، رونالدو جول، رونالدو مولع في المونديال هذا، رونالدو في سوبر فورما، رونالدو يستثمر كرة من الثبات، يفتح بواب التسجيل ويسجل 1-0 لفرحة ميستر كوتش برناردو سانتوس وخيبة أمل للمسيو الفرنسي هيرفي رونار. شوف الكرة من الدفاع تمشي، كرة ركنية، كرة رونالدو وحده يتسيب وبالرأس. مشكل كبير، الكرة العربية تقبل أهداف بالكرات الثابتة. مصر خسرت من أوروغواي بهدف خيمينيز، تونس خسرت براسية هاري كين وكورتين من هاري كين في الشبكة جول، ثم الآن رونالدو في المرمى. مشكل كبير الكرات الثابتة على مستوى البوزيشن والتمركز، مش ممكن، مش معقول، مش مقبول، مرفوض أنك تخلي لاعب بحجم الدون الماسيمو جولادور دي الهستوريا وحده باش يضرب الراس، ياخذ كرة بالراس. رونالدو هداف المونديال.